ليه؟ أنا قابلت عايدة النهاردة، وأنا مالي؟ قالت لي حاجات لازم أسمعها منك أنت. حاجات؟ حاجات إيه؟ في حد ظهر في حياتك. هي قالت لك كده؟ آه، اسمه نجيب. وأنت مالك بحاجة زي دي؟ بقول لك انت مالك بحاجه زي دي يا عمر؟ ماليش اي علاقه، بس انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ ممكن؟ ايه هو اللي ممكن؟ ممكن يبقى في حد تاني. ليه؟ هو ده غلط؟ ممكن تقولي انت بقالك قد ايه بعيد؟ كتير. وهو ده ممكن؟ هتجاوبني يا عمر، هو ده ممكن؟ على فكرة أنت أكتر حد ما ينفعش يسألني سؤال زي كده، عارف ليه؟ لأن كل حاجة بالنسبة لك ممكنة، حتى لو مش في خيالي، حتى لو مش موجودة في أي كابوس، كل حاجة ممكنة عندي. أرجوك يا عمر ما تضغطش على الجرح، أنا نفسي أشوفك مرة واحدة عندك رحمة، مرة واحدة يا عمر. أنا الجرح عندي لسه جديد ولسه بينزف، فاهم معناته إيه؟ لسه بينزف يا عمر. فريدة، احنا محتاجين نتكلم مع بعض. انت اللي محتاج تتكلم يا عمر، انا ما اقدرش. انت ماشية؟ ايوه انا ماشية، عندي ميعاد مهم. طب انا محتاج اشوف الدور يا فريدة. لا والله انت لما جيت تمشي يا عمر ما سبتش حد يكلمني، عشان كان لازم تعمل الحاجه اللي انت شايفها صح، عشان كده مشيت ومشيت براحتك كمان. فانا من حقي دلوقتي امشي، ومن حقي اعمل الحاجه اللي انا شايفاها صح. يعني زي ما انا ما سالتكش يا عمر انت ما تسالنيش، عارف ليه؟ لان مش هتلاقي عندي اي رد. عمر، فاروق، سلطان، حظك الأسود اللي وقعك معايا. دورة عمر سلطان وصل مصر وقعد مع عايدة، بعدين راح قعد مع فريدة. بس فريدة عملت ايه؟ سابته وجريت عشان تجهز وتقعد معايا. انت عارفة معنى الكلام ده ايه؟ الماتش الحقيقي ابتدى. يعني العشاء النهارده هيبقى احتفال بمناسبتين. المناسبة الأولى قلب فريد اللي جايني، والمناسبة الثانية الماتش ابتدى. It's show time. It's show time. Yes. طبعا انت عارفة في اوروبا لما بيحتفلوا بفنانة عظيمة زيك
بيحتفلوا بالشمبانيه. ايوه بس انا ما بشربش. عارف عارف، انا عارف عاداتنا وتقاليدنا الشرقيه كويس، عشان كده قلت لهم يجيبوا لنا عصير. بس لازم تعرفي ان انا بعتبر ده احتفال باول عشاء مع اجمل فنانه حقيقيه بتتكلم عربي قابلتها في حياتي، عشان كده حاولت اعمل شويه طقوس يعني على قدي. ميرسي يا نجيب. قولي لي، كملتي اللوحه اللي شفتها في المرسم؟ لا لسه شويه. لا لا لا، ايه ده؟ هتكمليها وبسرعه. ليه بسرعه؟ عشان انا خلاص حجزت لها مكان في فيلتي اللي في ميلانو، وعايز تاخد مكانها باسرع وقت ممكن. يا سلام. طيب هنشوف الكلام ده بعدين. وانا بستنى. بص بقى يا نجيب، انا مش هخليك زي كل مره تاخد الكلام في ملعبك. خلاص يا ستي، الكوره في ملعبي، كلمي انت. نجيب انا مستغربه نفسي، انت ازاي قدرت تخليني في فتره قليله جدا دخلك بيتي وتعرف اهلي وتخش المرسم بتاعي، وانا كل اللي بعرفه عنك ان انت نجيب المرشدي رجل الاعمال. انا عاوز اعرف انت مين بالظبط. يعني السؤال ده قلق ولا حب معرفه ولا ايه؟ هما الاثنين. حد حر بيقولوا عليه مجنون. صح، انت صح. ايه يا فريده، في ايه؟ مالك؟ لا ولا حاجه. احنا ممكن نمشي؟ العشاء. معلش نعوضها مره تانية، انا عاوز امشي. ماشي زي ما انت عايزه. سمحت. عايزة أشرب معاك كيس، ممكن؟ بس بقولك إيه، من غير الوش القفش ده، هو أنت جاي تنبسط ولا جاي تعكنن على نفسك؟ يا بنتي ليه فاكرة نفسها مين؟ مالها بس؟ يا فاكرة كده إنها ركبتني، فأنا تجيبني هنا وتقول لي جاية وما تجيش، ده أنا أضربها بالنار وأدفنها هنا. أنت عايز منها إيه؟ هو انا وحشه قوي كده؟ ايه مش عاجبك خالص؟ بنتي انت ست الكل، انت بمقام 100 واحده زيي. امال ايه بقى؟ ميرفت ما انت عارفه بقى. ان جيت للحق انا ما كنتش راضيه على اللي بيحصل ده خالص، بس اعمل ايه بقى؟ ما كنتش قادره اتكلم، ده انا ما كنتش طايقه نفسي. دي بنت زباله ملهاش في الطيب نصيب. مش كده برضو؟ ده كده وكده وكده. ايوه كده. صحتك. بصحة المزاج العالي العالي قوي. بقول لك ايه يا ميرفت، انا كان نفسي كده ترقصي. بس كده؟ منين معيني الاتنين؟ من هنا اهو ومن اهو. ايوه بقى.
ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ ميرفت انا مش قافش منك. بتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين؟ بس انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. ما الناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه بس؟ انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة، واللي تقولك لأ تكهربك وتقفش فيها اكتر. انا طول عمري كده من وانا صغير، الحاجة اللي ابويا يقولي عليها لأ تفضل في دماغي لحد ما اخدها. طب احكي لك على حكاية زمان. احكي احكي. زمان وانا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة روسية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ كرباج. 14 سنة؟ اه يا قادر. المهم بقى، الناس دي كان عندهم عيل صغير، بس كان ساعتها اكبر مني بسنة او اتنين، بس وقت فرفور كان بتوع بابي ومامي، بس لاجل الورد يتسئل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكره شريره. خدت حبتين منهم من بيت امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا، وانا قمت حاطط له الحبايتين في الحاجه الساقعه، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. والباقي بقى انت عارفه ايه؟ يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. عيب عليكي. يعني مفيش مره كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحده تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربه طول ما هو رجليه طرشه بيجيب جوان، انما ممكن مره يعني رجليه تجلي، بس بيفضل برضه راس حربه. في الحاله دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مره قديمه، يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بودة. كانت بت اسمها رباب. رباب الدايره اللي بتشتغل مع بودة في المحل. دايره ايه بس؟ دي واحدة كده كانت من شبه، بس كانت ايه؟ احكي احكي، ده انت حكايتك حكاية. رباب دي أول ما دخلت عليها الاسم حسيت إن أنا شفت أجمل واحدة في الكون، واحدة كده تغنيك عن كل حريم الدنيا دي. بيني وبينك أنا أول ما شفتها كل حاجة فيها اتحركت، نفسي املكها امسكها بيدي. انا ساعتها ما كانتش تفرق معايا بس كانت البنت دي يمين ولا شمال، بس اللي انا كنت اعرفه عنها انها كانت شمال، ده سمعته من كل الناس اللي في المنطقه. البنت دي طلعت غبيه، ما عرفتش تنخشش معايا، واول ما حاولت اعمل معاها حاجه هربت مني، بس انا مش قادر انساها. بتاع القرف، عيلة فقرية وملهاش في الطيب نصيب. ايه مالك؟ تقريبا كده تقلت في الشرب النهاردة فجالي صداع. طيب هجيب لك برشام. ها خد. طب يعني انت جايبه لي البرشامه كده من غير ميه؟ خدها بالويسكي. ايه يا ابني؟ هو انا ما اروحش حته شمال الا ما الاقيك منورها؟ شوف لنا المهندس نزل الكاميرات دي عشان عهده. اه
صوت وصورة يا معلم. هاتوهم يلا. اوعى ايدك، اوعى ايدك.